أهلا بكم مشاهدينا في برنامج المرأة. يقضي ملايين البشر وقتا كبيرا من حياتهم وهم يفكرون ويطرحون السؤال التالي: كيف نختار شريك الحياة المناسب؟ سؤال معقد ومتشابك تتداخل فيه مساحات العلاقات الشخصية بالمجتمع والثقافة والعادات والتقاليد وحتى العلم والسياسة. ونطرح اليوم تساؤلات عديدة، أبرزها: كيف تختارين شريك حياتك؟ ما الذي يجب معرفته عن أهمية الاختيار الصحيح للشريك الزوجي والعاطفي المناسب؟ وما هي العوامل الرئيسية التي تساهم بنجاح العلاقات على أساس الاختيار الصحيح؟ ما هي معايير اختيار شريك الحياة من أجل علاقة ناجحة ومستمرة؟ وكيف نستعين بأبحاث علم النفس، علم نفس العلاقات، على صنع القرار؟ وغيرها من هذه الأسئلة. مشاهدينا، نبدأ بالترحيب بضيفاتنا. نرحب بالجميع. وانضمت إلينا من تونس المختصة في قضايا المرأة والناشطة بالمجتمع المدني الأستاذة هاجر راشحي، ومن فيينا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة رؤوف، ومن المملكة المغربية الفاعلة الجمعوية والطالبة الباحثة في علم الاجتماع دليلة مكاع. أهلا وسهلا بضيفاتي. وأبدأ مع الأستاذة فاطمة رؤوف. أهلا ومرحبا بك سيدتي، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا. يعني هذا سؤال كبير يطرحه الجميع، ليس فقط النساء، كوننا اليوم نحن في حصة خاصة بالمرأة، ولكن الموضوع يعني للطرفين، للرجال والنساء أيضا. ولكن اليوم دعينا نتساءل: ما الذي تفكر فيه المرأة عندما تختار شريك حياتها؟ ربما هذا سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرات ممن يرغبن في الارتباط والزواج، خاصة في زمن تكثر فيه المشاكل الزوجية والتعقيدات الحياتية وارتفاع نسب الطلاق في مجتمعاتنا. تفضلي سيدتي. السبب الأول والمهم لدى المرأة هي تشعر بالأمان، وهذا الأمان يشتمل على الدرجة الأولى للأسف الشديد، لأن الزواج الآن ليس طبقا للنموذج الذي كان في العهود الماضية. حتى من 10 سنوات اختلفت شروط توافق الزوجة مع الزوج. كان تبحث الآن في هذه الآونة من زماننا الصعب جدا على الأمان المادي من الدرجة الأولى، ومن بعد ذلك التكافؤ العاطفي والإنساني والاجتماعي وإلى آخر هذه الشروط. ولكن عندما تتوافق أو تشترط الشروط المادية التي تبهر أعينها بالمواصفات الشكلية للزواج الشكلي، فهذا هو المطب التي تقع في غالبية، يعني وخصوصا غالبية الأنواع المختلفة من النساء، وخصوصا الشابات، يعني المتحدثات السن والخبرة، لا يستطيعون أبدا أن ينظروا طبقا كما قلت لهذه الشروط أو الإغراءات والمحاكاة المجتمعية، والتي يعني تعم السوشيال ميديا والبلاتفورم المختلفة، صعبت على المرأة اختيار الزوج الصحيح. تحديدا أيضا هي المشكلة ليست فقط صعبة على المرأة وإنما أيضا على الرجل، وأكيد سوف نخصص حصص قادمة في برامج أخرى لهذا الموضوع الكبير جدا والشائك. يعني حتى بالنسبة للرجل في مجتمعاتنا دائما هناك شروط ليختار الزوجة، يعني اللي يراها الأهل مناسبة. هناك ضغوط من الأهل، من المجتمع، بأنه يجب أن تكون أقل من سن 30، يجب أن لا تكون أرملة أو مطلقة أو عندها أطفال، وإلى ما هنالك من الكثير. لذلك نرى أنه نسبة العنوسة كبيرة جدا في بلادنا. هل تتفقين مع هذا الرأي؟ نسبة العنوسة كبيرة. العنوسة لأنها سبب رئيسي، أنا أرى أن العنوسة سببها الأوحد. لا توجد فتاة أو امرأة لا تتزوج، ولكن الظروف والمواصفات القاسية التي تعيشها بعض النساء في الأقاليم والأرياف والأسر المحافظة هي التي تضيق عليها فرص الاختيار. نحن نتحدث الآن ليس على الزواج من المطلقة، هذا موضوع كبير وموضوع آخر، وشروط السن وما إلى ذلك. نحن تحدثنا، سألتيني حضرتك عن وصفات الزوجة، وأنا أرى هذا
هذا من منطلق ما أرى. وحتى عندما زوجت بنتي كنت أرى بأعينها أو بأعين صديقاتها والمجتمعات الغربية وأبناء المسلمين هم نموذج متطور جدا وحديث للتوافق بين الأصالة والمعاصرة كما نقول، يختارون في النهاية كما يعني زرعنا فيهم من مبادئ وقيم، ولكن للأسف الشديد هذه القيم اندثرت في مجتمعاتنا العربية ما بالك في المجتمعات المهاجرة. نتحدث عن شروط الزوجة التي يجب أن تختار عليها أو الشروط الواقعية التي اختارت عليها. كل النساء أعتقد من وجهة نظري بيختاروا للمواصفات المظهرية والشكلية، وهذه صفات لا تقيم بيتا. أما الظروف الصعبة التي يعيش فيها الزوج عند اختيار الزوجة، الكل يعلم على رأسها أيضا الماديات. من استطاع منكم الباءة لم تعد هذه الباءة تكفي، يعني تكفي المرأة ولا أهل المرأة ولا الظروف المحيطة على الزوج في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد. وأتطرق إلى المقارنة بالأزواج هنا على سبيل المثال، يعني لأن هذه النقطة مهمة يعني أطرد إليها، أن زواج الأبناء هنا أسهل بكثير جدا جدا من الزواج في مجتمعاتنا العربية، والمفروض أن العكس هو اللي يبقى صحيح. هنا يتربى النشأ على الماديات، لكن للأسف الشديد هنا في المجتمعات الغربية تيسير للزواج، لأن من فضل الله علينا نحن استغلينا ظروف أن المصاحبة والمساكنة عند الأجانب استبدلناها بالزواج بظروف ميسرة للأجيال القادمة. أما في بلادنا العربية البنت الآن تنفق مثل الزوج، يعني الأبناء في الأسر المتوسطة ينفقون ما يعادل 500,000 جنيه في مصر على الأقل، لأن دي أكبر دولة عربية وفيها إحصائيات ثابتة ورشيدة من الميديا والإعلام تظهر بوضوح. هناك يعني مصاريف باهظة وأعباء تنوء بها الأسر المصرية الآن في زواج سواء البنت أو الولد. هذه الظروف والصعوبات والعراقيل لا يوجد لها على رأس هذه الصعوبات إلا الشياطين، شياطين الإنس والجن. هذا ليس من أي دين، أي عقيدة، من أي مفهوم ثقافية ولا مجتمعية ولا عرفية أصلاً. نعم، يعني أستاذة فاطمة الحديث يطول في هذا الشأن، ولكن عندما نتحدث عن معايير اختيار شريك الحياة يبدو أن المسألة صعبة للغاية وليست بالسهولة التي يتصورها البعض. ونرى أيضا أن الخيارات متاحة للرجل أكثر بكثير من الخيارات التي تتاح للفتاة حسب ظروفها وعمرها والكثير من الأسباب الأخرى. هو الذي يختار، يعني نظل في هذه الدائرة التي لا تنتهي. وعموما أنا وجدت أيضا هنا في المجتمعات الغربية الرجل هو الذي عليه أيضا خطوة البدء. إذا بدأت المرأة بتحسب نقطة ضعف لها طوال فترات العلاقة، يعني هذه فطرة فطرنا الله عليها جميعا. اختيار الزوج أو الشروط التي يجب أن تتوفر من وجهة نظري أن كل هذه الظروف الشكلية عن تجربة حقيقية واقعية أنها يعني لا تظهر في الأفق أبدا عند أول مشكلة. لا يعني جل الفتيات التي وقعنا في مشاكل مع الأزواج بعد سنة على الأكثر من الزواج وعدم قدرتهم على التناسب والتناسق لتباعد الهوة بين الظروف الاجتماعية، ففي هذه اللحظة يصرحنا الفتيات جل الفتيات أن الظروف المادية التي اختاروا على أساسها في البدء لم تكن صحيحة وأنهم نادمين على هذه الاختيارات. وهنا يجب أن نتحدث عن سبب الزواج وأهداف الزواج لدى الطرفين. يعني عادة تكون الأهداف مختلفة بين الرجل والمرأة، وبالتالي الرجل يفكر في الزواج من أجل الاستقرار ومن ثم من أجل بناء عائلة إنجاب أطفال، بينما تكون أهداف الزوجة مختلفة. البعض منهن يبحثن عن الاستقرار المادي لربما، وقد يكون أيضا يعني يرغبن في الإنجاب إلى ما هنالك، ولكن هنا يجب المصارحة، أليس كذلك؟ يعني أليس من الضرورة أن يكون التعارف فترة الخطوبة أو ما قبل الزواج يعني يجب البناء عليه بشكل أساسي وعدم التسرع؟ النقطة الرئيسية التي تفصل بين الزواج الناجح والزواج الفاشل هو الكذب. يعني
المسلم لا يكذب، المؤمن لا يكذب. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن يعني يفجر، يزني والعياذ بالله، يفتري، يعمل إلا الكذب. يكذب المؤمن وهو مؤمن؟ لا يكذب، لأن الكذب هو يعني النقطة التي تنطلق منها إفشال الحياة الزوجية بل حياة الإنسان. الكذب يأتي من عدم الثقة بالنفس، يعني هذا شخص موتور، كيف له أن يتحكم في العلاقة الزوجية؟ لأننا ننظر إلى القوامة، هي قوامة الثقافة والرأي والاتزان الشخصي وقوامة المال. يجب على الرجل عندما تختار المرأة على أسس التي شرعها الله عز وجل في بداية الأمر يكون هناك ارتباط عاطفي مبني على الشهوانية والجسدية، لكن بما شرع الله. إذا اقتصر على الشهوة وعلى المواصفات الجسدية يتحول إلى زواج شهواني حيواني، لكن يرتقي ويسمو بالأخلاق ومكارم الأخلاق والشرع الذي شرعه الله عز وجل. من جاءكم من ترضون خلق دينا وخلقا فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما قالش يكون فشل في الزواج، ما قالش يكون عنصرية فرض على آخر، إن الرجل يعني يتبغضد على المرأة ويعني يتفاخر بتميزه عليها. لكن قال الله الرسول عن لسان الله عز وجل، عن وحي الله عز وجل، إن إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض. ليه؟ الموازين كلها تنقلب عند فساد الأسرة المسلمة، بيفسد الأبناء، بيفسد النشأ. النظرة إلى الزواج في الإسلام، وجعل لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته السماوات والأرض، ومن آياته خلق الليل والنهار، ومن آياته خلق الشمس والقمر. من آيات الله عز وجل في الكون هي إيه؟ أن خلق لكم من أنفسكم، يعني إحنا شبيه بعض، حتى لا يتفاخر نوع على نوع ولا الذكورية على الأنوثة، إنه يقول أنا مميز أنا رجل. الله عز وجل قال في القرآن من أنفسكم، يعني إحنا نفس واحدة، خلق منها زوجها، يعني في آية أخرى وخلق منها زوجها، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لتسكنوا إليه، يبقى السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، يبقى السكن، المودة، الرحمة. لا يوجد هنا مهما كان الزوج أو الزوجة أثرياء ويعيشون في قصور بالملايين، ولا تغمرهم السعادة الحقيقية، السعادة المبنية على الثقة بالنفس، على القوامة الحقيقية للإسلام، أن الرجل هو مسؤول عن المرأة وعن راحتها ورفاهيتها. ليس دور المرأة الأول هو جلب المال والإنفاق، إذا اضطرتها الظروف لهذا الأمر لا، هذا لا ينزع القوامة إلا إذا نزعت الشرع والدين من البيت. نجد كثير من الأسر سعداء بما لا يتفق مع الدين، لكن هذا ليس ضمان لنجاح الزواج، في أي لحظة يفشل لفشل وجود الله عز وجل في هذا التراب. نعم، اسمحي يعني لي سيدتي أستاذة فاطمة، أرجو أن تبقي معي، انضمت إلينا من الدار البيضاء الفاعلة الجمعوية والطالبة الباحثة في علم الاجتماع دليلة مكاع. أهلا وسهلا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم. ونحن نتحدث عن اختيار شريك الحياة، برأيك ما هي معايير اختيار الشريك؟ مرحبا جدا، شكرا على الاستضافة. فكان هنضروا على اختيار الزوج أو اختيار شريك، يعني يجب وضع واحد الإطار. فهنضروا على علاقة حميمية طويلة الأمد اللي كتكلل بالزواج، وكنحاولوا نرفعوا فيه مقدار السعادة على المدى الطويل. فهنا كيجي أهمية اختيار الشريك اللي يعني قدما اخترنا الشريك بطريقة صحيحة، فيزيد من مدى الطويل للعلاقة. عندما نتحدث عن الاختيار الشريك بالطريقة الصحيحة، هل نتحدث عن التقارب الفكري، عن أنه الاشتراك في نفس الاهتمامات؟ ما هو بالضبط برأيك من يجعل الاختيار صحيحا؟ فعلا في إطار أن اليوم التغيرات الاجتماعية اللي تصير في المجتمعات بشكل عام، ومع اهتزاز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والتربوي للأسرة، فهنا تغيرت طريقة تفكير في المجتمع في تجهيز للفردانية.
وهنا أول محطة اختيار شريك هو فترة ما قبل اختيار شريك، يعني مع الشخص حد ذاته يشوف مثلا يعرف نفسه. يعني تقصدين يجب أن يعرف نفسه الإنسان قبل أن يقرر ماذا يريد وكيف قبل يختار؟ فعلا، لأن أي علاقة زواج هي مبنية على تفاوض، واليوم عندنا مشكل فعلا في التواصل وفي طريقة التفاوض، لأننا ما بقيناش تنتفاوضوا في علاقات الزواج، فهي علاقات تقلل بعقد أو عقد مبني على العرف أو عقد يعني مؤسساتي أو مكتوب. فاليوم هذا التفاوض فيه مشكل تواصلي، لأن الأشخاص عندهم مشكل في ذاتهم، يعني في أشخاصهم، في تطلعاتهم الحياة، في معنى الحياة. يعني أنا ما غاديش نقلب على الشريك باش نعطيه معنى لحياتي، فأنا خص يكون عندي واحد ارتسامات على عيوبي، مميزاتي، تطلعاتي، ارتساماتي للحياة. وانطلاقا من هذا التشخيص للشخص حد ذاته لحياته، غادي يكون اختيار المواصفات الشريك، وهنا كيدخل التفاوض في طريقة التفكير، تقبل الاختلاف، في العيوب والمميزات لكل شخص لكل طرف. أستاذة دليلة، قبل قليل أستاذة فاطمة ذكرت نقطة في غاية الأهمية، بأنه بداية أن لا يكون هناك كذب، يعني أن لا يكذب شخص على آخر، يعني يكون صريح منذ البداية، لأنه هذه مسألة في غاية الأهمية الصراحة. فعلا هنا تنتجي نقطة التفاوض، لأن هذه نقطة مهمة في الزواج، لأن ذكرت الضيفة الكريمة يعني آيات من القرآن الكريم، وهنا كاينه واحد الآية في القرآن اللي هي أن الزواج ميثاق غليظ، والميثاق كنعرفوا بأن الميثاق تيجي بعد لتكليل مؤسسة أو عمل لتنمية مؤسسة، تيجي الميثاق. وهنا تنجي نرجع لنقطة التفاوض اللي هي مبنية على التواصل، والتواصل خصو ما يكونش فيه كذب، يعني ما يمكنش إلا كان كذب راه التفاوض يعني تيتبنى على أساس غير صحيح، وبذلك فإن مؤسسة الزواج تتبنى على أساس غير صحيح، وما نقدروش نوصلوا للميثاق الغليظ اللي هو تنمية المؤسسة، مؤسسة الأسرة أو مؤسسة العائلية. فهنا الصراحة والوضوح مهمين جدا، لا يمكن إبرام أي عقد كيفما كان نوعه إذا كان الكذب وما كانش تفاوض على ما كان. لأنه أحيانا في البدايات، إذا تتفقي معي دليلة، في البدايات دائما يشعر هناك من الخجل، يعني كلا الطرفين وتحديدا الفتاة، يعني تخجل أن تسأل، يعني أو تخاف إن صح التعبير من طرح بعض الأسئلة، حتى لا تتهم بأنها ربما جريئة أو يفهم قصدها بشكل خاطئ، وهنا المشكلة. هنا المشكل، هنا مشكل في التغيرات الاجتماعيه، لان مثلا بالامس غادي نقول بان هذه التفاوضات كانت تدخل فيها العائله والنسب والعرف، يعني هذاك الطرفين ما كيكونوش مثلا عندهم واحد العلاقه حميميه تنتقل للزواج، ولكن اليوم التغيرات ان الطرفين كيختاروا بعضهم، ما كتكونش مثلا العائله، ولكن بقى الضغط الاجتماعي، ولو انهم تكون عندهم واحد العلاقه، كاين واحد الضغط الاجتماعي، كاين داك التصورات والصور النمطيه اللي كتلحق مثلا بالفتاه. ولكن اعتقد دليله يعني لحد الان حتى يومنا هذا الكثير من الاهل يتدخلون في اختيار شريك الحياه، ما زلنا يعني ما زالت موجوده هذه العادات، ما زالت موجوده او تتمثل حتى في الضغط الاجتماعي، مثلا ان الفتاة فقط لأنها توصل واحد سن معين كيبان لها الزواج حل للهروب من الضغط الاجتماعي أو الضغط الأسري أو إلى ما ذلك. وحتى الشاب مثلا اللي كيوصل واحد سن معين، لأننا في مجتمع ذكوري، فلازم له أن يتزوج لأنه عنده علاقة بالرجل وبالإنفاق وبذكورته وإلى ما إلى ذلك. فهنا هذا تيضغط على هذا التفاوض على أن يكون على أساس صريح وأساس متين، يعني قد ما الشخص اليوم عرف عيوبه ومميزاته وفهم المميزات اللي هو غد تخليه يبني واحد المؤسسة على أساس متين، اللي تكون
طويلة الأمد. فهنا فين كاين أهمية الشيء، لأن الأسرة لا يمكن أن تسير ولو أنها شاركت في اختيار شريك وإلى ما إلى ذلك، ولكن ما يمكنهاش تعطي أسس متينة للشباب اليوم كيفاش يقدروا يتواصلوا بيناتهم. ماشي نفس فلسفة الحياة إلى صح القول. فهنا أهمية ثقة بالنفس الشخص، يعني أنا تنقول مرحلة ما قبل اختيار شريك، يعني الثقة بالنفس، معرفة فعلا العيوب ومميزات كل شخص، هذا هو الأساس اللي غيعطيك المواصفات اللي كنقلب عليها في شريك الحياة. أكيد، ولابد من يعني الحديث بأنه لا يوجد إنسان كامل في هذه النقطة. شكرا جزيلا لأنك طرحتيها، سوف أعود لك. أذهب الآن إلى تونس مع الأستاذة المختصة في قضايا المرأة والناشطة المجتمعية الأستاذة هاجر راجحي. أهلا وسهلا أستاذة هاجر، نورتينا، شكرا لوجودك معنا اليوم. أنا مش سامع صوتك، هل تسمعيني؟ نعم، نسمع فيك. نعم، الآن وصل الصوت. يعني ما الذي يجب برأيك معرفته عن أهمية الاختيار الصحيح للشريك الزوجي المناسب؟ ضيفتنا قبل قليل من المغرب ذكرت بأنه لابد من البداية حتى قبل التفكير في اختيار شريك الحياة، يجب أن يكون هناك ثقة بالنفس وأن يعرف الإنسان نفسه وماذا يريد قبل الخوض في هذه التجربة. تفضلي. بطبيعة الحال المرأة ولا الرجل لازم يعرف روحه شنو يحب وشنو الأهداف وشنو الطموحات اللي يحب يوصلها قبل ما يتزوج. من بكري طرحت مسألة الكذب بين الزوج بين الشريك والشريكة أو الفتاة والرجل قبل الزواج في مرحلة التعارف. نحب لهنا نقول إنه راهو مرحلة التعارف الطفلة الفتاة أو الرجل مش باش يحكيوا بصراحة مع بعضهم، يعني هي نجم تخفي عليها برشا أشياء إذا كان عندها عيب خلقي سبحان الله أو هو عنده مشكلة، ما هو بعدين حيكتشف هذا الشيء، فليش مش من البداية يعني؟ لأنه هي تخاف لا يهرب عليها. صحيح. لأنه مثلا تقدم بها سن تقد عمرها بعد 30 سنة المرأة الحقيقة معناتها فرص الزواج تقل على فترة العشرينات، يعني هي معناتها حتى المواصفات اللي هي حاطتهم باش تقل باش تنقص، مش كيما السقف مرة الأولى معناتها تحبه يبدا مثلا ما عندوش مشاكل مادية يشتغل لديه بيت مش متجوز مش متجوز بعد إذا كان تدخل مرحلة 30 المواصفات هذه بالطبيعة باش تطيح باش تولي حتى لو كان مطلق عاد تتزوج بيه، المهم تتزوج وتنجب الطيب. يعني هذه الحقيقة مرحلة لأنه ما فماش كذب بين المرأة والفتاة في مرحلة التعارف الحقيقة لهنا أنا من صعبة ربما ما تكذبش لكن تخفي عليه بعض الأشياء. بس الرجل أيضا يعني لا يتحدث عن كل شيء بصراحة بالفترة الأولى، يعني أحيانا يعدها يعني بأحلام جميلة وأشياء، يعني وبعد الزواج تكتشف العكس تماما. يعني ولا لا نريد أن نظلم كل الرجال زملائنا يعني وأخوتنا. تفضل. بطبيعة الحال احنا ديما نحسب وديما ثم اللي هكا ثم اللي يكون صريح، لكن هي ديما تقعد احسن فترة هي مرحلة التعارف، لانه هما حتى لو كان باش يكتشفوا بعضهم لكن مش 100%. وقتاش يبدا التعارف الصحيح؟ بعد الزواج، معناتها مرحلة الزواج ومن اليوم الاول باش وقت يتفك عليكم باب معناتها نفس المنزل، وقتها باش تكتشف الشخصية الحقيقية للرجل والشخصية الحقيقية للمرأة، وقتها باش تعرف انه الشريك هذاك هو المناسب، هو اللي يتحمل معاك المسؤولية، هو اللي يتحمل ضغط الحياة معاك، كما باش تعرف هي كيف يعني. كلام مهم أستاذة هاجر، ولكن المشكلة انه احيانا عندما يكتشف الزوج او الزوجة امور لم يكن يعرفها منذ البداية يعتبرها خيانة. اكيد. وبالتالي يعني تكثر حالات الطلاق بطبيعة الحال، يعتبرها خيانة وكذب وإنها عادتها عليه المرأة وما كانتش صادقة معاه، لكن هو ما يعرفش عدم الثقة أيضا يعني عند البعض. نعم تنعدم الثقة. وكيما
كما قلت انت من بين اهم اسباب الطلاق، هذاك علاش احنا في اروقه المحاكم اليوم في تونس من اكثر القضايا ربما اللي في المحاكم التونسيه هي الطلاق، لانه النسبه مرتفعه وعاليه جدا. اليوم نحن المراه والفتاه تتزوج بعد شهر شهرين، لو كثرت المدة عام سنة يعني، ويصير الطلاق بيناتهم. ومن بين أهم الأسباب معناتها اللي تؤدي للطلاق هي الكذب والخداع وعدم المصارحة من معناتها في فترة الاختيار الشريك، معناتها في فترة الخطوبة أو فترة اختيار الشريك، إضافة إلى المشاكل الأخرى كتدخل الأهل وعدم التوافق الجنسي وغيرها من الأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق. نعم. هذيك علاش ودعيني هاجر أتوقف معك هنا عند القضية التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين لصبية تونسية اسمها لمياء، لا أذكر اسم العائلة، عندما يعني في يوم زفافها والعرس و الكل حاضر معازيم والناس، وفجأة يقرر العريس أن يترك عروسه وينهي الزواج، وهذه بحد ذاتها تعود إلى عدم الثقة منذ البداية. عدم الثقة وعدم الصراحة بيناتهم، لأنه الأم أم الزوج لم ترغب في زواج ابنها بتلك الفتاة. واليوم ما زلت عندنا الظاهرة هذه، اليوم تقول لك أنا من جهة أنتني إلى جهة معينة أو عرق معين، يعني انا سقفية ما نخوش تونسي او ما نخوش من الجنوب ما نخوش من الشمال، يعني العروشية احنا قبل صحات العروشية في عهد بورقيبة، لكن اليوم مثال عنا بعض العائلات تمن بالحكاية هذا اليوم، يعني في تمييز بين المناطق. نعم، تمييز بين المناطق في تونس، احنا ما نخدوش من برا ما نخدوش من سقف. ولكن لماذا الانتظار حتى يوم العرس والزفاف؟ يعني هنا المشكلة وهنا التساؤل، يعني مفروض هذه الأمور يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، يعني لذلك يقال انه يجب ان يكون يعني ليس فقط التفاهم بين الزوجين بين الطرفين، وانما حتى بين الاسرتين، لانه الواضح انه الشاب يعني لن يرضى ان يغضب والدته فقرر الانسحاب. صحيح، لانه اليوم الاهل عندهم دور كبير انهم يكونوا راضين على الزواج او مش راضين. تجم هي العائله الام يعني في فتره الخطوبه حسب الروايه ما كانتش حاضره، ووقت حضرت العرس لم ترضى بالفتاه لانه مش من نفس العرش نتاع يعني هناك غير نفس المستوى، نفس ماهيش من نفس المستوى، ماهيش من نفس المنطقة، ماهيش من نفس المستوى الاجتماعي، هذاك علاش تم رفض الزواج هذايا، والطفلة بقات هكاكا وبعد خذيت صدي كبير على مستوى التواصل الاجتماعي. كان معها تعاطف كبير فعلا يعني هذه القضية، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مجتمعاتنا. اسمح لي أذهب إلى الأستاذة فاطمة، لأنه في مصر الكثير من القصص المشابهة تقريبا. أستاذة فاطمة، يقال أنه في مثل مصري يقول اللي أوله شرط آخره نور، رأيك بهذا الكلام؟ أتفق تماما، وخصوصا يعني بعد هذه المهازل التي حدثت في اختيار الأزواج، الزوج والزوجة، ويعني ما يترتب عليها من دعيني أذكرك بالشرط الرئيسي في أحلة العقود عند الأئمة الأربعة اللي هي الكفاءة. الكفاءة شرط من شروط صحة عقد الزواج، ولذلك يعني من جاءكم من ترضون دينا وخلقا. أنا لما أختار غلط وما أستسش الاختيار، أنا أستطيع أن أتفهم أن هناك أكاذيب، يعني نحن نختار على الدين والخلق، ولكن هناك بعض الاستثناءات أن يعني عند المعاشرة تتضح أن هذا الدين والخلق كان تمثيليات، محض تمثيليات أمام العائلات، وخصوصا في المهجر عندما تذهب الزوجة. وغالبية المصريين الآن من يتزوجون يعني من الأسر المتوسطة يذهبون للخارج، سواء دول أوروبية أو دول عربية، لكن نحن نتحدث عن الشروط الواجبة حتى ترحمنا من هذه المهازل وهذه الخسة والدناءة التي يتصف بها بعض الرجال.
كما قلنا مسبقا أن الزوج هو الذي يختار، المرأة هي التي يقع عليها الاختيار، هي ستستطيع أن ترفض أو تقبل أو ترفض، ولكن ارتفاع معدلات الأنوثة في المجتمعات العربية وخاصة في المجتمع المصري وهذا لضيق الباءة، لا يستطيع الكثيرون الباءة فليتزوجوا، لم يعد يستطيعوا فتقبل وتضحك على نفسها في بعض الأحيان. يعني هذه الظاهرة انتشرت كثيرا جدا في هذه المجتمعات الآن نظرا للتمثيليات وكما قلنا الأضواء البراقة التي تحيط بالشكل الظاهري، عندما وخصوصا في الأسر التي يكون عائلها متوفي، الأب متوفي أو الإخوات متجبرين أو الأب لا ينظر إلا المادة، العائلات الأصولية التي تختار على أسس الزواج، دعونا نحفز أو ندعم هذه الاختيارات والرجوع إلى الدين الأول وبعدين العرف، لأن العرف هو السلطة الرابعة في اختيار الأحكام الفقهية. العرف كبير جدا، لا يستطيع أي شخص يعني بائس غير متوازن دنيء عنده أخلاق الخسة أن لا يكون معروف بين فئات المجتمع المختلفة. نصيحتي لكل الأسر المصرية والعربية السؤال عن الزوج يعني وتأخذ فترة الخطوبة على أصول شرعية بحيث لا يتحكم لا أم الزوج ولا أبوه ولا إخواته ولا صحبة السوء في التحريض ضد المرأة لأسباب متعددة، لا ما أنزل الله بها من سلطان. على الأقل أنا أجد أن المرأة متوازنة في هذه النقطة أنها لا تستمع أبدا لخراب بيتها أو خراب زواجها أو تخريب زواجها إلا بعد أن ترى بأم عينها بعد التجربة، لكن الرجل يعني ينقاد انقياد يعني لا مبرر له أبدا، وخصوصا إذا كانت الأم متجبرة ولا تخاف الله في أعراض النساء، لأن من انتقص من مسلم من عرضه وماله وسمعته يبتليه الله بالانتقاص من سمعته ولا ينصره الله في موضع يحب أن ينصره فيه. لو رجعنا أنا دائما ما أقول أو أتحدث عن المعايير الإسلامية لإني أراها أن من يدخل الله عز وجل في اختيار الزوجة أو اختيار الزوج لزوجته، من يدخل الله بينه في هذه العلاقة، لأن ده تشريع الله منذ أول الأنبياء آدم أن خلق له من أنفسه ستنا حواء، فالانفصال عن عروة هذا التشريع الإسلام العظيم وعظمته ويعني محض تواصله لمصالح البشرية. نحن نتزوج لماذا؟ لابد أن نحدد الهدف للزواج ومعاشرة الزوج على ما يرضي الزوجة وما يرضي الزوج منها، لن يتأتى ذلك إلا بالخوف من الله عز وجل، الخوف من القوانين، نجد الخيانات الزوجية تملأ المجتمعات الأوروبية والهجر والتخبي والتخفي، وللأسف الشديد كما قلت لك أن المسلمون عندما هاجروا إلى الغرب تعلموا هذه الثقافة التي تحكم العلاقات الزوجية، ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الإنفاق هو عبارة، القوامة أقصد هي عبارة عن القوامة في المعاشرة والإنفاق، من إذا اختل هذين الشرطين اختل كل شيء. لا يجب على الرجل المسلم الناضج الذي يقدم على خطوة الزواج أن يستمع أبدا لأمه إلا إذا كان يعني دورها قيادي وإرشادي في اختيار الزوجة الصالحة، أما اختيار الزوجة لتمارس عليها يعني عوراتها ونقائصها المرضية وهذه المجتمعات الآثمة في حق الله قبل أن تكون في حق الزوجة أو البشر. يعني اسمحي لي سيدتي أذهب إلى دليلة مكاح في المغرب. دليلة، يعني هناك من ينصح بالتمهل في معرفة الآخر وعدم التسرع، وهناك من يقول بأنه الحب ليس كل شيء لأنه قد يكون الحب يغطي على الرؤية العقلانية لطبيعة العلاقات البشرية. رأيك في ذلك؟ شكرا جدا. أنا بالنسبة لي العلاقات، علاقات الحب أو العلاقات الحميمية اليوم هي تبقى بشكل عام علاقات سطحية، علاقات سطحية غير مبنية على المواصفات الجوهرية اللي تكون في المجتمعات بصفة عامة ومنذ الأزل، اللي أساسها الثقة، الإخلاص، الصدق، الالتزام، حتى روح الدعابة والتعبير عن العواطف
في مجتمعاتنا العربية كاين هذا المشكل، أننا لا نستطيع أن نعبر عن عواطفنا بأفوية، فحتى هذا راه مشكل. التضحية، العطاء، هذو قيم مجتمعية سائدة، ولكن اليوم هي غادة في تراجع أو في تلاشي، لأن كما ذكرت قبل التماسك الاجتماعي للأسرة والتربوي في تفكك، ولهذا فإن أي شخص اليوم كيبني منظومة القيم اللي من خلالها لازم يختار شريك الحياة. ولكن اليوم هذه القيم نحن في تساؤل في مجتمعاتنا، فهي قيم في تراجع أصلا، نعم. بلا قبل أن نصل إلى مؤسسة الزواج على مستوى أشخاص هي قيم في تراجع. فنرجع للنقطة الأصل، وبما أنك قلت المقولة المشهورة في مصر اللي أول شرط آخر النور، فنرجع للتفاوض اللي هنا فين تيكون الشروط وتيكون الوضوح، وهنا فين تتبان هذه المواصفات الجوهرية في الأطراف اللي كتكون أساسها الاحترام والالتزام وتحمل المسؤولية. ذكرت الضيفة الكريمة النضج، النضج ليس فقط عند الرجال، الكفاءة ليس فقط عند الرجال. في القرآن كاين آية تعجبني جدا، ولا تتمنوا بما فضل الله بعضكم على بعض، للنساء نصيب مما اكتسبوا وللرجال نصيب مما استسمح إلى يعني ما قلتش مزيان، ولكن هنا الكفاءة والنضج عند الطرفين للقدرة على تحمل المسؤولية. لأن المشكل من كان ننتقلوا من علاقة حميمية لمؤسسة الزواج، فالنقطة الأهم هو تحمل المسؤولية. هنا كنت يبدأ يبان العيوب، يبان مثلا أن تفاوضنا على شيء، ولكن يعني دليل على عدم شيء. المقاطعة عندما نتحدث عن العيوب، يعني ما فيش إنسان كامل في النهاية، ومن البداية من المفترض أنه عندما يتم التفاوض والتصارح والحديث بين الشخصين قبل الزواج والتحضير والاستعداد للزواج، يجب أن يكون كل شخص صريح مع الآخر، بالتالي يذكر عيوبه ويذكر نجاحاته ويذكر إنجازاته، هكذا تكون العلاقة طبيعية وغير مصطنعة. فعلا ذكرت بأن القدرة على التعبير على العواطف، على مثلا احنا في مجتمع ذكوري، كلا الطرفين استطاعوا انهم يعني يهربوا من الضغط الأسري والضغط الاجتماعي ويأسسوا ثقافة أسرية، ثقافة ديال الأسرة ديالهم او ديال المؤسسة ديالهم، فكنظن انها تكون ناجحة وما كيكونش كذب وما كيكونش يعني تلميع الصور وما تكونش علاقات سطحيه. فمن تيكون الضغط الاسري او تيكون الضغط الاجتماعي، مثلا المراه من نقول يعني كتلمع الصوره لانها كتهرب من واحد الضغط اجتماعي او الضغط الاسري، لانها لازم انها تدير اولادها وصلت واحد السن معين. كذلك الشاب بأنه اليوم أنه خصو يبين أنه أن قادر ينفق وقادر يفتح بيت ويفتح أسرة، فغي غي غي يبحث على شريكة اللي غادي تأسس له أو اللي غادي تساعده باش يأسس هاد الصورة هذه اللي كيفرضها عليه المجتمع. فلذلك حتى هو غيحاول يلمع الصورة ديالو لهدف ما، وحتى الشابة وكذلك، لان كاين واحد الضغط الاجتماعي وكاين الضغط الاسري. فهنا ملي تيهربوا من هذا الضغط، ملي تكون واحد الشخصيه قويه وكتكون واحد الثقه في النفس وتيكون مواصفات يعني الشخص ذاته واضح مع 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 شخصه قبل من ما يقرر انه يشاطر حياته مع طرف اخر. ويعني كتكون هنا كتكون ما كيكونش لازم انني نلمع واحد الصوره، لانني واضح مع شخصي كشخص وعرفت المواصفات اللي بغيتها باش نقدر نكمل الحياه ديالي، المسار ديال الحياه. وهنا كنتسائل كاينين اسئله اللي ما يمكنش ما يسالهمش اي طرف لراسو قبل ما يدخل ولا قبل ما يعني يدير العقد، يبرم العقد مع الشريك، اللي هي مثلا واش هاد الشريك غيحترمني، غيسمع لي، غيتقبلني باختلافي بعيوبي بميزاتي ويحترمني، واش غيشاطرني احلامي طموحي، يعني بزاف الاشياء، واش عنده القدره على التعبير
على مثلا ان نجح المراه، حين تنجح هذا الرجل قادر يقول يعني يعبر لها او يساندها في نجاحها ويعبر لها على عواطفه بلا ما يكون عنده ذاك الخوف على الذكوره او خوف على انه رب الاسره او خوف الى ما الى ذلك. وحتى الطرف يعني حتى المراه واش عندها القدره انها تعبر العواطف ديال هذا الرجل بكل اخويه، حين يساندها انها تشكر ان مشكل حتى في التعبير على الشكر في مجتمعاتنا العربيه. نعم، فهذه العوامل كاملة إلى كلام مهم دليلة. اسمحي لي أذهب إلى الأستاذة هاجر في تونس مرة أخرى. أستاذة هاجر، يعني ربما من الأمور التي تخيف الفتاة عندما تفكر في الارتباط أنه حسب محيطها، يعني تسمع أنه فلان من الجيران ضرب زوجته وبالتالي أو وقعت العديد من أحداث العنف، أو تلفظ زوج أمام زوجته ربما يكون من العائلة أو خارج العائلة، ولكن في محيطها تسمع الكثير عن اضطهاد المرأة، وبالتالي هذا يقف حاجزا أمام صعوبة الاختيار لديها. بطبيعة الحال جيت على نقطة مهمة على الأخر. اليوم في تونس خاصة نسب العنف ارتفعت في صفوف النساء والفتيات بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك علاش معناتها المنظومة القانونية نعاود ونقول خذيت برشا قوانين على المستوى هذا. اليوم البنات ولات خايفة، الفتاة ولاو خايفين، يقول لك أنا مش نمشي نتزوج معناتها وهو يعنفني، لأنه نعرف الطبيعة الذكورية معناتها يعنف ما يخافش. طفلة تخاف دونك تقول لك أنا باش نمشي نتزوج هو يعنفني ويضربني، وتشوف وكل يوم تشوف وتسمع على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مستوى المحاكم وعلى مستوى القضايا، تشوف أنه من أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق هو العنف وبجميع مستوياته، العنف المادي، العنف اللفظي، العنف الجسدي. دونك من بين أهم الأسباب اللي اليوم خليت المرأة تعزف عن الزواج أو تخاف هو العنف. هذه الاختيار الخاطئ، يعني هذه مشكلة يقع فيها الكثير، مسألة الاختيار الخاطئ لشريك الحياة. يعني يقال أنه الزواج، وهذه يعني مشهورة في مجتمعاتنا، أنه الزواج كيما الدلاع كيما البطيخ، يعني ايوه بالضبط، يعني لا تفتح البطيخه يلا تعرفها ان حتكون حمراء وحلوه او حتكون يعني مش كويسه، ليست مجيده. نعم بالضبط. فبالتالي يعني هذا الاعتقاد سائد في مجتمعاتنا، لذلك احيانا بعض الناس عندما يدخلون او يحضرون او يستعدون للزواج يعتبرون انه هي مساله حظ، يعني نحن نتوكل على الله وبعدين بنشوف شو بصير بعد الزواج، إما الاستمرارية أو إنهاء العلاقة. وهنا أريد أن أتوقف عند ضرورة، يعني سمعنا كثير من الدول أنه أحيانا لا يتم عقد الزواج إلا بمرور الفتاة والشاب في دورات تدريبية، لو نجحوا فيها وأخذوا الشهادة يستطيعون بالفعل أن يمضون في طريق الزواج، إن لم ينجحوا فمعناها يحتاجون الكثير من التدريب للوصول إلى هذه المرحلة المهمة في حياة كل اثنين. أكيد هو مش احنا بسطناها في تونس معناتها في المجتمعات العربية نقول هو كده لا على زواج، لكن هو مؤسسة أكبر من هكا الحقيقة، ما هوش حظ فقط، هو تشكيلة كاملة، شوية حظ شوية قدرة على اختيار الشخص المناسب، شوية على حسن المعاشرة والود والرحمة والإخلاص، وشوية صبر، شوية تقبل مهم جدا، يعني لأنه في مشكلة لدى الشباب. هاجر ذكرتيني فيها قبل أن أنسى هذه النقطة، في مشكلة لدى الشباب أنه عند الخطوبة دائما يرون العروس أو الفتاة اللي يتقدمون لها في منتهى الجمال والأناقة والترتيب، بعد الزواج يكتشفون أنها يعني هي أيضا زوجة تهتم ببناء الأسرة، تنجب أطفال، وبالتالي وقتها لا يسمح بالاهتمام بنفسها كما كان الحال قبل الزواج، وهنا تقع الكارثة. يعني فجأة تسمع حالات طلاق، يعني يقول أنا تزوجتها تشبه مثلا فنانة معينة، ما الذي تغير اليوم؟
هذا بالضبط اللي قاعد يصير كل يوم في المجتمعات نتاعنا، معناتها حتى قبل فترة الخطوبة هي تكون أحسن فترة، لأنه فترة الحب والولع يكونوا مش شايفين يعني أخطاء بعضهم، مش شايفين نواقص بعضهم. تتطور المرحلة هذيك تجي مرحلة الخطوبة الأكثر تكون صرامة، ربما كيف كيف تتواصل، ما تخرج الفتاة إلا ما تكون متزينة، تكون جميلة مزيانة يشوفها. نعم هاجر، خطيب في أبهى الحجاب والحمل وتربية الأبناء وإعداد الطعام والعمل والشغل، فالمرأة ما عادش تلقى وقتها باش تزين الروحة وتزين حتى لزوجها وتزين لأهلها، ما عادش تلقى وقت. تحدثت منذ قليل على دورات تدريبية، وإحنا الحاجة هذه ماشيين فيها في تونس حقيقة، برشا أخصائيين وتربويين وأخصائيين في العلاقات الجنسية والعلاقات بين الرجل والمرأة قاعدين دراسة تكوينية للرجل والمرأة قبل الزواج، وكما قلت بالضبط معناتها ثم اللي يمشيوا عن طواعي، معناتها هو ما يحب وثم اللي ما يحبش الحقيقة، لكن الدورات هذه مهمة ياسر ياسر باش تعرف الفرق بين المرأة والرجل، يعني المرأة كيف تفكر الرجل كيف يفكر، وبناء أرضية مشتركة بين الاتجاهين المختلفين، يعني يحاولوا يلقوا كل أرضية المشتركة اللي نجموا يتعايشوا مع بعضهم، يعني الجنس هذا والجنس هذية بمختلف الفروقات ومختلف معناتها الحاجات اللي بيناتهم، يلقوا أرضية مشتركة يخرجوا في الأخير بتوصيات وعملية التوصيات هذية باش ينجموا ينجحوا في العلاقات الزوجية. حاجة أخرى أنا نحب نشير لها لهنا، كتاب من أثمن الكتب وأهم الكتب معناتها اللي صار اللي خرجت عام 1992، الطبيب نفسي مختص. الكتاب هذية تحكي عليه برشا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، هو النساء من كوكب الزهرة والرجال من المريخ. الكتاب هذية تباع برشا وحقق برشا مبيعات. الكتاب هذا يحكي عن الاختلافات بين الجنس اللطيف بين المرأة اللي جاية من كوكب الزهرة والاختلاف ومعناتها الاختلافات مع الرجل. الكتاب هذا يعطي توصيات عملية وتساعد فعلا العديد من العائلات في حل المشاكل نتاعها، وتساعد المرأة باش تفهم الرجل وتساعد الرجل باش يفهم المرأة، وحكي على الاختلافات نتاعهم. وهو يشبه مثلا المرأة يشبهها بالأمواج، بينما يشبه الرجل بالأربطة المطاطية. في الكتاب هذية الطبيب المختص هذية الطبيب الأمريكي المختص هذية أعطى الحلول باش ما نمشيوش للطلاق، أعطى كيف يفكر الرجل وكيف تفكر المرأة، كيف يتخذ الرجل المواقف وكيف تتخذ الرجل المرأة، كيف تحزن المرأة وكيف يحزن الرجل، كيف تفرح المرأة وكيف يفرح الرجل. بالفعل من أهم الكتب اللي خرجت وساعدت العديد من العائلات إنهم يحلوا مشاكلهم وما ينتشفوش للطلاق. هذا يعني كتاب في غاية الأهمية وضروري أن يقرأه الجميع، الرجال والنساء حقيقة، ليفهموا بعضهم أكثر. اسمحي لي أنتقل إلى الأستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة، يعني نحن أيضا سمعنا أن هناك وسطاء أسرة أحيانا عندما تحدث المشاكل يحاولون حلها، ولكن ما نريده اليوم هو أن تستمر هذه العلاقة الودية الجميلة المبنية على الاحترام بين الطرفين حتى ما بعد الزواج، وليس فقط في فترة الخطوبة كما ذكرنا قبل قليل. يعني لا يوجد شخص كامل طوال الوقت، لذلك يعني ينصح أنه كلما تعرفت أو تعرفت الفتاة على العيوب بشكل مبكر يعني وحددت موقفها من كل هذه الأمور، ذلك سوف يؤدي إلى علاقة أفضل وتنجح هذه العلاقة الزوجية ويكتب لها كامل النجاح والسعادة. رأيك بذلك؟ طبعا أوافقك الرأي في كل ذلك، وأضيف أن أساس نجاح العلاقات الزوجية، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك، تفضل. أساس بدايات الفشل بتأتي من عدم التواصل، يعني كل واحد بيكون صورة سقفها عالي جدا من التصور الأفارتونج زي ما بنقول،
وبننصح وبنرشد الأزواج والزوجات في العلاقات الأسرية عند يعني عدم نجاح الزواج أو إفشاله، بتكتشفي أحيانا إن أسباب تافهة جدا جدا أدت إلى هذا الفشل. إحنا اخترنا على أسس، أو أهالينا ساعدونا في الاختيار واخترنا ذات الدين، وهو اختار ذات الدين أيضا مع بقية الظروف المناسبة والمواتية للمجتمع. إن تبقى أنا أرى أن الكفاءة العقلية الأول الاجتماعية وثانيا العقلية، وأقول ذلك عن تجربة، يعني تجربة إيه مريرة وواقعية. التكافؤ العقلي هو أساس نجاح الزواج. التكافؤ العقلي، التكافؤ العقلي والفكري اجتماعية متشابهة، لكن الشخص ده بيبقى الشخص ده مش هو زي بقية العيلة. يعني الشخص ده بيبقى عنده تفكير لوحده، شارد، مش أسس على، لأن القدرات الإنسانية والجسدية مختلفة بين الأفراد وبعضهم البعض. ولذلك أركز تركيز كبير جدا على التواصل النفسي والكفاءة العقلية، لأن ده بيسهل جدا 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 الإرشاد للثغرات اللي بتقع بين الزوج والزوجة، ويستطيع في يعني بمعدل سريع جدا إنجاح هذا الزواج. يبقى عدم التواصل، الأنانية في الزواج، انشغال كل فرد بذاته، كل فرد بمكتسباته داخل الزواج كأنه داخل صفقة، هي شركة ولكن ليست صفقة تجارية، هي شركة ولها إدارة ولكن ليست صفقة تجارية، لا يوجد فيها رابح ولا خاسر، الاثنين يا إما يربحوا وإما يخسروا الاثنين مع بعض. إذا كانت الزوجة متزنة وعلى كفء تتصف بالصفات الإسلامية وتربي النشأة على ذلك، سيفشل الزوج الغير مسلم الغير متوازن الغير يعني كفء لها، سيفشل هذا الزواج، ويربي هذا النشأ على يعني صفات التناحر والعراق والمشاجرة والأمراض النفسية المتتابعة. عدم التواصل العاطفي بينهم يتبع انشغال كل فرد بنفسه. عندما تقف في المنتصف، وأنا فعلت ذلك مع الكثير من الأسر، قلت لهم هل تريد أن تتواصل؟ إذا كان هناك مستحيل من التواصل في الزواج أو الاستمرار قدما، فلينفصل عروة الزواج وليذهب كل فرد إلى يعني إلى ما يريحه. عندما تلقين عليهم هذا السؤال بكل صراحة، بيقفوا مع نفسهم بيفكروا، لا أنا أستطيع أن أتغاضى عن هذه الصغائر. إذا لم يستطيعوا فلتنفصم عروة الزواج، ويكون الطلاق ليس أبغض الحلال عند الله، هذا بالمناسبة حديث ضعيف، والطلاق شرع الإسلام لانفصام العروة التي سينتج عنها تشرد الأطفال، تشرد الأبناء. أنا أرى وأيضا أستاذة فاطمة، لابد من أن يفهم الطرفين بأنه تحقق الكمال مسألة يعني مستحيلة، وحتى الحياة السعيدة اللي الكل يطمح لها يعني هي مسألة نسبية، لأنه الحياة مراحل وفيها تحديات وفيها أيام سعيدة وأيام صعبة يعني، وهذا شيء صعب بشكل دائم بقدر ما هو في الشعور بمعنى الاتصال العميق بشخص آخر وبناء أسرة والنمو الذاتي عبر تقديم التنازلات والعطاء والتخلي عن التمركز حول الذات كما ذكرتي. أنا فعلا معك في هذه النقطة، وأنصح بها كل الفتيات اللي هنا في مجتمعاتنا الأوروبية. جايز إن ده لسه مش منتشر في مجتمعاتنا العربية، وأنا أنصح فيه اللي بنسميه إيه سوسيال براتون، اللي هي المرشد الاجتماعي، لأن فعلا دول دارسين ومتخصصين بيعرفوا زي ما قلت حضرتك أستاذة وجدان إن يتخطوا العقبات الصغيرة، العقبات الكبيرة يبقى ده أساسا يعني سوء اختيار، وبرضو ولا تخلو الحياة من المشاكل يعني كمان سيدتي الكريمة أكيد، ولكن طريقة التعامل معها. نعم، المشاكل الحياتية اليومية. أنبه أن في نقطة أساسية في العلاقة الزوجية هي الاحترام. نعم، عدم الإهانة. نعم، إذا دخل الاحترام، عدم الاحترام من الشباك، خرج الزواج من الباب. لابد أن يكون هناك احترام بين الزوجين وتفهم لظروف الآخر. يعني الرجل لا يستطيع أن يكون بنفسية المرأة التي تحمل وتلد وتتحمل الأولاد ليل نهار وراء الأبناء في البيت، وإذا كانت تعمل خارج البيت أيضا. وأن الزوج ليس أنا أشبههم،
أستاذة فاطمة، يعني أكيد للحديث بقية، ولا بد أن نستمع إلى وجهة نظر الرجل أيضا في حلقات قادمة بإذن الله، لأنه موضوع هام وكبير، ونتمنى أن يكون المشاهد قد استفاد فعلا من كل ما قدم في هذه الحصة. نشكرك شكرا جزيلا من فيينا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة رؤوف. الشكر موصول إلى المختصة في قضايا المرأة والناشطة بالمجتمع المدني الأستاذة هاجر الراجحي من تونس، وكذلك أشكر من المملكة المغربية الفاعلة الجمعوية والطالبة الباحثة في علم الاجتماع دليلة مكاع. أهلا وسهلا وشكرا لكم، وأكيد للحديث بقية. شكرا، إلى اللقاء.